انا عبد القادر عسكر حي الحسني 146 37. عندي جوج ديال الدراري رابح وانس ومرض، وانا دار العمليه في 96، وانا 20 عام وانا في سيدي محمد. لازلت النور نكون هنا، لازلت البرد نكون هنا، ودائما هنا في سيدي محمد. وشحال من مره يطيح الولد بالرياح، بحال البارح طاح لي بالرياح بالبرد والشتا، والاخر خرج لي البارح الصبح ما ولاش حتى هو ما يهضرش. هادي مدة 20 عام باش مشات. راه عندي جوج ديال الوليدات مراض، ورانا في سيدي محمد، المعيشة قليلة وحنا مكرفين، والسكنة راني في واحد البراكة الفوق في السطح، والسكنة راني مكرفص، معايا دار خويا، ومرت خويا كتقول لي جيب الفلوس ولا ما عطيتش الماكلة، وخلص الضو وخلص الماء، وانا الله غالب ومعدب بزاف معاهم. نطلب الله يعاونهم ان شاء الله ويشوفوا من الحاله ديالنا. احنا مكرفسين في هذا البرد والشتاء، وانا مكرفس بيا بالولاد، وعندي الولاد مرض بالعقليه وانا مقابلهم. كنطالب سيدنا المحسنين يشوفوا من حالنا ويعاونونا، وانا مرض ولادي مرض، ورانا احنا معذبين هنايا بالبرد واللي ما خدش الناس. جزاكم الله خير، ونصر سيدنا محمد السادس.